ازيكم يا مواليد برج الجدي، يا رب تكونوا بخير. توقعات برج الجدي ليوم الجمعة 16 ديسمبر كانون الاول 2022. بالنسبة لك النهاردة يا جدي، مهما اللي انت سمعته النهاردة من انتقادات ما تستسلمش ليها. في الشجرة المثمرة وحدها بتبقى عرضة للرشق بالحجارة و ما بيسيبوهاش في حالها، فما تحملش حمل زيادة عنك، خاصة حمل شريكك في الهموم المستقبلية. هو النهاردة غير مسؤول عن أمور كتيرة بيرتكبها في الفترة دي، فما تكترش كتير للحاجات دي، وخليك بعيد شوية عن المنبهات اللي بتبقى بتأثر عليك، ممكن تسبب ليك آلام كتيرة جدا في معدتك. بالنسبة ليك عاطفيا، لو كنت متمسك بوجهة نظرك ما تترددش في انك تطرحها على شريكك وحبيبك، حاول انك تبص للموضوع بتفاؤل اكتر. بالنسبة ليك مهنيا، في كتير من زملائك في الشغل بيتهموك بالتقصير، خاصة لما تبقى بتنجز شغلك، هيحاولوا انهم يقنعوك بفخ الوقت ده علشان تتلائم قبل كل الاشخاص اللي حواليك مع مديرك. بالنسبة ليك صحيا، هتعالج وضعك الصحي خاصة مع أصحاب الاختصاص علشان ما تتصرفش بعناد وتصلب أكتر. بالنسبة لحركة الكواكب وتأثيرها علينا، هيكون القمر في برج العذراء لغاية المساء، هيشجعنا على رغبتنا في إننا نساعد ونفرز ونحلل وننظم. القمر الأخير ده هو بالضبط هيبقى في شكل حلو مع الشمس اللي بتبقى في القوس، هيبقى في مربع مع برج العذراء في وقت مبكر من اليوم ده، هيخلينا نحس بشوية في تراجع عندنا، في حاجة جديدة فيها فرز بدل من دفعة كبيرة لينا. حتى بعد حلول القمر الجديد في الأسبوع اللي جاي، هيكون الوقت النهاردة أفضل علشان نربط كل الأطراف السايبة مع بعض. هنقوم بجرد كويس، هنتخلى عن كل الحاجات اللي بتبقى فيها إلزام لينا وإلزام يعتبر قوي، هنفكر في اكتشافات كتيرة مع بعض واللي بنعنيه من خلالها، ايه هي خطواتنا اللي جاية اللي مفروض نعملها، وايه الخطوات اللي بتترتب عليها بعد كده. عندنا رغبات علشان نكتسب مهارات اكتر، هنتفوق على قمر العذراء اللي هيشجعنا في الشغل، واننا ندي اهتمام اكتر خاصة لصحتنا ومساعدة الاشخاص اللي حوالينا، لغاية ما يدخل القمر لبرج الميزان بعد المساء وصباح اليوم الجاي، هنبقى بنسعى علشان نحقق التناغم والتوازن في حياتنا، هيساعدنا علشان نشوف الأمور من جانب تاني ومن قصة تانية.